السلام عليكم. ارتفعت أسعار الغاز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى أكثر من 7000 ريال للدبة الواحدة. هذا الارتفاع سبب مشقة كبيرة على المواطنين في صنعاء والمحافظات حولها، سواء في الغاز المنزلي أو المطاعم أو أصحاب السيارات التي أصبح الكثير منها يعمل بنظام الغاز. خرجت اليوم في صنعاء مظاهرات نسائية تعبر عن استياء الناس ورفضهم لقيام الحوثيين برفع أسعاره إلى هذا المبلغ الباهظ، أسيما وأنهم لا يدفعون رواتب الموظفين منذ أكثر من سنة. السلطات الحكومية المختصة في مأرب أعلنت بداية هذا العام أنها تبيع الغاز للتجار في صنعاء بمبلغ 1050 ريالا للدبة، على أساس أن يصل للمواطنين ب 1250، لكن الحوثيين الذين فرخوا العديد من التجار التابعين لهم جعلوا البلد كله سوقا سوداء وبثلاثة أضعاف السعر الطبيعي. الأزمة هذه تسببت أيضا بشلل للسيارات ووسائل النقل خصوصا، وأن معظمها أصبح يعمل بالغاز، الأمر الذي تسبب برفع أسعار المواصلات، ارتفاع لا يطيقه المواطنون ولا أصحاب الباصات. قصص معاناة الناس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تدمي القلب والعين، والقصص التي يتناقلها بعض الناس على مواقع التواصل تنذر بكارثة إنسانية، وتظهر كم أصبح اليمنيون مهانين من قبل الحوثيين دون أن يتحرك لأجلهم ضمير. من سينهي معاناة الناس؟ وإلى متى يصبر اليمنيون؟ أعزائنا المشاهدين، حول معاناة الناس في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين خصوصا مع الارتفاع الجنوني لأسعار الغاز، سوف تكون حلقتنا لهذه الليلة، وسيكون معي للنقاش فيها الكاتب والباحث الأستاذ عادل دشيل. أهلا بك أستاذ عادل. مرحبا بك أخي الكريم. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش، تفضل. الغاز المنزلي من السوق ب 1500 ريال أو في بعض المناطق بأكثر من 2000 ريال. هذا يوم أن كانت أسطوانة الغاز ب 1500 ريال، أما اليوم وقد أصبح المسؤول عن وصولها إلى 7000 ريال، فبماذا يمكن أن يبرر هو أو أنصاره؟ لم ينسى اليمنيون أنهم خرجوا في العام 2014 وحملوا لافتات تطالب بإسقاط حكومة باسندوة، وترفع مقولات منها: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه. أما اليوم وقد قضت ميليشيا الحوثي على ما تبقى من أقوات الناس، فلا يسمحون حتى بالاحتجاج فضلا عن شهر السيوف. هذا احنا رجعنا لعصر الإمام جعلان، وكيف هذا الموقد؟ لا حقيقة، احنا شعب ايش؟ احنا أكلونا. اليوم يعود الحوثيون باليمنيين إلى عهد أجدادهم الإماميين، عهد الحطب وعصر الظلام والغبار. يقف السكان في طوابير طويلة تمتد ليوم أو أكثر للحصول على اسطوانة غاز منزلي. انعدام الغاز لا يقتصر أثاره على الطبخ في المنازل، بل تمتد المعاناة للمخابز والأفران والسيارات، حيث أصبحت كثير من وسائل النقل تعمل بنظام الغاز، ما سبب شللا واسعا في شوارع صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب. تتعدد قصص المعاناة من شكاوي أصحاب المطاعم أيضا، فهم الضحايا الذين لا يتعاطف معهم أحد، يضطرون لأن يشتروا من السوق السوداء ب7000 ريال وربما أكثر لكي لا يقفلوا أبواب مطاعمهم. في الوقت نفسه لا يستطيعون رفع الأسعار لأن المواطنون لا يستطيعون ذلك. السلطات الحكومية في مأرب تقول إنها تزود التجار في مناطق سيطرة الحوثيين بسعر 1050 ريالا للاسطوانة الواحدة، على أن تباع للمواطنين ب 1250، لكن الحوثيون يعطلون عمل شركة الغاز الحكومية لصالح بعض التجار الذين يتبعونهم، وبالمقابل يفرضون على ناقلات الغاز جمارك إضافية يتسبب بارتفاع كلفتها واصلة إلى صنعاء أو الحديدة. تقول وسائل إعلام حوثية إن الغاز يباع ب3000 ريال، ومن يخالف ذلك سيتم معاقبته، فيرد الناس بسخرية ممزوجة بالقهر. نعم، الغاز ب3000 في المحطات المغلقة، لكنه ب7000 ريال في المحطات المفتوحة. يكبر السؤال أمام الحكومة والإقليم والعالم، إلى متى سيستمر حال اليمنيين بهذه الصورة، وما هو المصير إذا لم يأتي الخلاص؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا أستاذ عادل دشيل. أهلا بك مجددا أستاذ عادل. إذن
الغاز كما تقول السلطات في مأرب يباع ب1200 ب1020 ريال تقريبا في مأرب، يفترض أن يصل إلى صنعاء ب1250، لكنه يباع في نهاية المطاف ب7000 ريال. كيف تتابع هذه المعاناة التي يتجرعها الناس في صنعاء وبقية المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. أولا أخي الكريم، نقولها وقلوبنا يعتصرها الألم أن شعبنا اليمني اليوم يرزح تحت نير عصابات بربرية لا تراعي مشاعر، لا تراعي يعني ظروف الأبرياء وظروف الشعب اليمني. اليوم أصبحت العاصمة اليمنية صنعاء كطفلة يتيمة، نعم محاصرة. أصبح الناس داخل صنعاء همهم الوحيد هو الحصول على دبة الغاز وعلى لقمة العيش. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندما أتت جماعة الحوثي في العام 2014 أتت تحت شعار أنهم يريدون إسقاط الجرعة، كانت الدبة البترول ما يعادل 3000 ريال يمني، ورفعوا الأسعار إلى 3500 ريال. وجاء الحوثي وقام بثورة وقال بأنه يريد أن يرد الأسعار ويريد أن يقف إلى جانب المظلومين، ولكنهم أتوا وقضوا على كل شيء، دمروا كل جميل، قضوا على الأخضر واليابس. هذه الجماعة نحن لابد عنا أن نفهم جيدا أن أي عصابة بربرية همجية أتت إلى السلطة بقوة الحديد والنار ومؤدلجة ومن أيديولوجيتها هو العنف والعنف المضاد، فإنها لا تبالي بالفقراء، وإنما يعني تتفنن في كيفية يعني ظلم الناس وظلم الأبرياء وكيف تجويعهم وتركيع هذا الشعب الذي عانى لقرون من هذه العصابة البربرية الهاشمية الزيدية. ولذلك اليوم من الطبيعي أن تقوم جماعة الحوثي، يعني ابنه أخي الكريم الآن في العاصمة اليمنية صنعاء تجار الغاز هم من جماعة الحوثي، يعني كانت شركة، لماذا لم يسمحوا، إذا كانوا يقولوا أنهم سلطة أمر واقع في العاصمة اليمنية صنعاء، لماذا لم يسمحوا لشركة الغاز اليمنية التي مقرها الرئيسي في العاصمة اليمنية صنعاء أن تمارس أعمالها وأن تقوم باستيراد الغاز من مأرب وأن تقوم بتوزيعه وأن لا يتدخلوا؟ قاموا بإلغاء هذه المؤسسة تماما. لماذا؟ من أجل المتاجرة بالغاز في السوق السوداء. الآن يعني هم يشترون الغاز، يعني فتحوا للتجار أن يستوردوا الغاز من مأرب وأن يصبحوا التجار أحرار. قاموا الناس باستيراد التجار وهم من الجماعة الحوثية، يعني سواء كانوا قبائل أو تجار أو كذا، هم في الأخير يعني من الطبقة من جماعة الحوثي، قاموا باستيراد الغاز وأتوا إلى صنعاء. طبعا الحوثيون قاموا بفرض يعني إتاوات في الطرقات، يأتون يعني يعترضون صاحب القاطرة الغاز ادفع 400,000 500,000، وفوق هذا وذاك فتحوا لنا منافذ، يعني تجي منافذ ما يسمى بالجمركية في محافظة أيضا في ذمار، أيضا يتقطعون للغاز ما بين محافظة الجوف وسفيان ويتقطعون ما بين صنعاء وذمار، ويفرضون على الناس إتاوات وعلى التجار، وقاموا يعني برفع الضرائب بنسبة 100% على التجار. فمن الطبيعي، والتجار أيضا هناك طبقة من التجار يعني جشعين، لديهم يعني ثقافة الجشع، رفعوا الأسعار. الآن الدبة الغاز يعني ارتفعت 400%، يعني من 1250 ريال إلى 7000 ريال يمني. يعني الأسرة اليمنية في صنعاء، نحن نعرف أن العاصمة اليمنية صنعاء هي عاصمة محاطة بالجبال. اليوم أصبحت الزراعة يعني الناس لا يستطيعون الحصول على لقمة العيش، أصبح البترول معدوم، الغاز معدوم، الديزل معدوم، والناس يعني يموتون جوعا. يعني إذا كان هناك مرضى السكر الذين يستخدمون الثلاجات التبريد ويستخدمون الغاز، الآن لا يستطيع أن يستخدم يعني دبة غاز 7000 ريال يمني، لا مرتب، لا دخل، لا وظائف، لا شيء، كل شيء موقف تماما. إلى أين سيقودون الشعب؟ طيب أستاذ عادل، دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذة سارة صالح، وهي إحدى الساكنات في صنعاء، لنعرف الوضع أكثر من هناك. أهلا بك سيدة سارة. أهلا بكم، حياكم الله. إذن من خلال ما تعيشينه في هذه الأيام في صنعاء، كيف هي الأوضاع بالنسبة للمشتقات النفطية؟ تحديدا اليوم نتحدث عن الغاز المنزلي. بداية صنعاء تحتضر الأزمة تكاد تكون خانقة في صنعاء. نعم. أنتم تتحدثون عن إحدى مكونات الحياة البسيطة. الوضع صعب جدا، بسبب يسبب انقطاع للمواصلات. نعم. أزمة الغاز سببت أزمة كبيرة، كانت الأسر تبحث عن كراتين وأوراق في الكمامة، هذا ما نشاهده في الصباح الباكر.
طيب يعني كيف يتعامل الناس إذن مع انعدام هذا الغاز؟ هل يصبرون على طوابير الغاز أم في المحطات التي يقال إنها رسمية، أم أنهم يدفعون وإن كان المبلغ يصل إلى 7000 ريال في يعني في أماكن البيع غير الرسمية أو السوق السوداء كما تعرف؟ البعض من استطاع الدفع فإنه يدفع، والبعض الآخر يشاربون من قبل الفجر. يعني تلاقي محطات متهالكين بشكل كبير إلى اليوم الثاني، واحتمال توصلهم دبة الغاز واحتمال لا. طيب هل هناك غاز؟ يعني هل تتواجد اسطوانات الغاز بشكل جيد في حتى في أماكن التي فيها الغاز بسعر مرتفع؟ لم أسمعك جيدا. نعم، هل هناك أيضا نقاط توزيع رسمية تفتح أم أنها مغلقة في غالب الوقت؟ إنها مغلقة. هناك كبار التجار الذين يستغلون هذا الوضع، وأظن أنهم تفعل هذه الأزمة. أنت تتخيل أن الأطفال يتوقفون عن الذهاب إلى المدارس ويبحثون عن الكراتين ويساربون. هذا حال أطفالنا، وكذلك العجائب. والله من الصباح الباكر يذهبنا إلى القمامة، رأيناهن بأم عيننا يبحثن عن الكراتين وعن بعض الوقود. طب أستاذة سارة، يعني كيف تفعل، يعني كيف بتفعلوا في أوقات العادية؟ كيف الآن الناس بياكلوا، كيف بيشربوا، كيف أي حاجة يعني معتمدة على الغاز كيف بيعملوا فيها؟ يعني الوضع معروف عند الكل، طالما ما فيش غاز خلاص فالكل بيحاول، يعني اللي عاده مشي نفسه بشوي هكذا يلا بيستبدل بالأشياء البسيطة، الزبادي وال اليوم سمعنا أخبار على أنه في بعض يعني كان هناك في بعض الشوارع إحراق الإطارات في مظاهرات أو ناس خرجوا بيطالبوا بالغاز المنزلي، إيش اللي حدث بالضبط؟ البعض يحاول أن يفتعل المظاهرات وهذا، لكن أنت تعرف أن الشعب متخوف من هذه المظاهرات، لا قليل يحاولون فعل ذلك، لكن أصواتهم ليست مسموعة بسبب التخوف الكبير. إذن أشكرك أستاذة سارة صالح إحدى الساكنات من صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف، وأعان الله الناس هناك في صنعاء. إذن أستاذ عادل، سمعت ما تفضلت به سيدة سارة صالح، ما هو التعليق أمام كل ذلك؟ أخي الكريم، كما قلت لك اليوم الناس في العاصمة اليمنية صنعاء الآن بعض الأسر التي لديها يعني جزء من المال يعني تقوم بشراء الطعام من المطاعم، سيكون أرخص من أن يستخدم الغاز. بعض الأسر يعني بدأت تبحث عن الحطب ويستوردونها كي يقومون بطبخ الطعام. الآن الوضع مأساوي، نحن قادمون على مجاعة في العاصمة اليمنية صنعاء. نعم، هذا ما قالت الأمم المتحدة، ولا نتكلم بها احنا، قالت الأمم المتحدة أن هناك 8 مليون يمني قادم على مجاعة إذا لم يتم حسم الأمور عسكريا أو سياسيا في أقرب وقت ممكن. 2 مليون يمني الآن يعني لا يفكرون كيف يعني يحصلون على لقمة الغد، على لقمة الغد، لقمة العيش. يعني إذا كان 2 مليون يمني يعني بغير لا يستطيع أن يحصل على لقمة العيش، فكيف يعني سيبحثون أو يجدون ما بدبة الغاز؟ نحن الآن الوضع مأساوي وكارثي، ونحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عما يحصل في العاصمة اليمنية صنعاء، باعتبار جماعة الحوثي سلطة أمر واقع، شئنا أم أبينا هي سلطة تقيم يعني أمر واقع داخل وتفرض يعني سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، وبالتالي هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه ما يعانيه الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها. اليوم جماعة الحوثي هي من تسيطر على ميناء الحديدة، جماعة الحوثي هي من تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، جماعة الحوثي أقصد اليوم هي يعني تبيع الغاز بطريقة بشعة وبطريقة يعني لا يرتضيها أي ضمير إنساني حي. اليوم جماعة الحوثي هي من تتاجر بالسوق السوداء، وهي السبب الأول والأخير. الغاز متوفر
في مأرب، والحكومة اليمنية قالت أنها لن تقضى على مادة الغاز عن أبناء المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، وهي تبيعه بألف ريال الدبه الغاز أو أكثر من أو أكثر بقليل، يعني أن السعر الرسمي لا زال كما هو. ولكن الجشع الذي نعرفه ويعرفه الشعب اليمني لدى هذه الجماعة هو ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. وبالتالي الآن على كلما تمادت جماعة الحوثي اليوم، يعني بفرض أمر واقع وبقهر الناس وبظلم الناس وبهذه الإجراءات التعسفية، يعني كلما يعني زاد احتقان الشارع، كلما زاد بغض يعني الناس لهذه الجماعة. الآن الحوثي عاد بنا إلى الوراء لأكثر من قرن. جماعة الحوثي هؤلاء من غبار التاريخ، هؤلاء أتوا من أدغال الكهوف، هؤلاء أتوا من بطون الأودية، هؤلاء أتوا من الجبال، هؤلاء أتوا بفكر همجي، هؤلاء أتوا ليجرعوا الشعب اليمني ما وصل إليه اليوم. هؤلاء حاقدين منتقمين على الشعب اليمني. ما ذنب أبناء اليمن؟ ما ذنب أبناء العاصمة اليمنية صنعاء؟ إذا كانت جماعة الحوثي تقول أنها أتت لترفع الظلم، فلماذا تظلمون الناس؟ اليوم أخي 70 ألف سيارة داخل العاصمة اليمنية صنعاء تعمل بخط الغاز، ستتوقف تماما الحركة. الحوثيون يريدوا أن يدمروا كل جميل، يريدوا أن يدمروا حتى الشجر والحجر. الآن الناس سيقومون بقلع الأشجار. يعني لا نعرف هل جماعة الحوثي لديها سياسة حتى أنها تموتنا وتموت أغنامنا ومواشينا. الآن الناس بيقوموا بقلع الأشجار وبقلع السدر ويأتون ببيع في الأسواق حطب. وبالتالي يعني نطالب يعني وزارة الزراعة بالحفاظ على الأشجار، بالحفاظ على في شمال اليمن. جماعة الحوثي لديها مخطط بربري همجي ضد الشعب اليمني. جماعة الحوثي تحمل فكر خبيث ضد أبناء اليمن. لا بد على الشعب اليمني من مواجهة هذا التطرف، هذه الجماعة، وإلا فسيكون القادم أسوأ، وقد ربما نرى مجاعة أكبر من الصومال كما كانت في الماضي. أما اليوم الصومال فهم يعيشون يعني في أحسن حال. طيب دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ عادل الأخ عمار حميد من سكان أمانة العاصمة صنعاء أيضا. أهلا بك سيد عمار. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن كيف هي الأمور بالنسبة لطوابير الغاز المنزلي أخ عمار؟ أولا بمناسبة فبراير المجيد اللي رحل عنا من 4 أيام، أحب أهني الشعب اليمني بهذه الذكرى. وبالنسبة لأزمة الغاز، طبعا صنعاء من مدة طويلة تعاني الضراء والظلم والكت، وأزمة الغاز ما هي إلا جزء من أزمة. أستاذ عمار هذا الوقت. نعم. معك. تفضل الصوت تقطع قليل. طيب الآن في هذه اللحظات صنعاء تمتلئ بالأنابيب الغاز، والنساء تساعد أنابيب الغاز أمام المحطات المغلقة أساساً. وهذا أنا أرى بأنه من أسباب جشع النظام السابق الذي جوع الشعب اليمني. فقام فبراير المجيدة والتي كونت لنا مجموعة من القيادات الجشعة الممثلة بالقيادات الجشعة في مأرب والقيادات الجشعة في شمال اليمن ممثلة بالحوثي وشركائه، وهم شركاء ساحة التغرير الذي دمرت اليمن ودمرت الأخضر واليابس. لا ننسى جنوب اليمن الذي أيضا. نعم أستاذ عمار الصوت يتقطع. طيب دعني أسألك الآن على أسعار الغاز المنزلي في محطات البيع سواء الرسمية أو غير الرسمية، هل يتواجد غاز هناك؟ وكذلك ماذا عن يعني تعامل الناس مع من كان يقول هناك ناس مأجورين، ووظيفتهم وشغلهم الشاغل هو نشر المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإنجاز العظيم الذي تم هو احتساب قيمة الدبة الغاز ب3000 ريال يمني حتى وإن كانت المحطة مغلقة. فالإنجاز العظيم هو أن نضع لافتة على المحطة المغلقة بقيمة 3000 ريال يمني وإن كان لم يوجد فيها غاز. والمحطات اليمن في عام 2011 ولا سامح الله الثورة التي دمرتنا.
أشكرك أستاذ عمار حميد من سكان أمانة العاصمة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك أستاذ عادل، كان الحديث عند دخول الحوثيين إلى صنعاء عن الجرعة، شاهدنا في التقرير الحديث على أن دبة الغاز هي ب 1250 ريال وأن هذا يجشع وأن هذه جرعة ظالمة وإلى آخره. الآن تغيرت الأمور، أصبحت الدبة ب 7000 ريال تباع، يقال أنها ب 3000 ريال لكنها لا تتواجد بشكل واضح. كيف يتعامل الناس بداخل مناطق سيطرة الإنقلابيين مع هذا الواقع الذي فرضه الحوثيون؟ أولا أخي الكريم، يعني عندما نتكلم عن جماعة عن عصابة الحوثي التي دخلت العاصمة اليمنية صنعاء في العام 2014، كلنا يتذكر قبل ذلك اليوم كيف بكى السيد محمد سالم باسندو على مستقبل الشعب اليمني، وقال سأضحي بحياتي من أجل هذا الشعب، لأنه كان يعرف جيدا بحكم خبرته أن هذه الجماعة ستوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. الناس في العاصمة اليمنية صنعاء لا أحد ينكر من أنه في الماضي، يعني بعد ثورة 2011، أن الأمور كانت كل شيء يمشي على ما يرام، وأن الدولة كانت بتوظف 60,000، وأن الدولة وفرت الغاز والنفط وأرادت أن ترفع 500 ريال في دبة البترول فقط لكي تواجه العجز. دخلت جماعة الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء، نهبت مخزون الدولة 5 مليار دولار، وبنوا الفلل وهربوا العملة إلى الخارج، العملات الصعبة من الدولار، ونهبوا حتى الوديعة السعودية، ونهبوا كل جميل، ودمروا المؤسسات، ودمروا، لأن هذه عصابة والعصابة لا تتصرف. يعني الآن يعني من خرج ضد جماعة الحوثي قتلوا واتهموا بأنك داعش، وألقوه في السجن أو في قياها بالسجن أو عذبوه، وقد ربما يكون بتصفية جسديا. يعني الآن الناس عندما الناس سلموا أمرهم، الناس تتعاطى الآن، الناس صدق أن 99.99% الآن متطلعين إلى من يحكمهم وأن يوفر لهم يعني المتطلبات الأساسية. أصبح الناس الآن في العاصمة اليمنية صنعاء يعني يريدوا فقط دبة الغاز، ويريدوا دبة البترول والديزل والأكل، لا يريدون حريات ولا يريدون كذا. لكن جماعة الحوثي الآن يعني بعد أن دمرت كل شيء، بعد أن ألقت بالكتاب والصحفيين وصناع القرار في يعني منهم في السجون ومنهم من قامت بقتله، الآن بدأت تجرع الطبقة الدنيا الضعفاء والمساكين، وقامت يعني الآن تحاول إبادة جماعية بطريقة غير مباشرة، إبادة جماعية لهذا الشعب، وكأن قدر هذا الشعب هو أن يظل تحت نيل هذه العصابات لقرون من الزمن، واليوم التاريخ يعيد نفسه. طيب يعني في مداخلة الأخ عمار حميد، كان هناك نوع من إن صح التعبير العتب أو التحامل يمكن القول على ما حدث أيام الثورة مثلا، هل هذا الأمر منطقي في سياق الأوضاع التي يعيشها اليمنيون الآن؟ أخي الكريم، الثورة اليمنية لم تأتي لكي تجرع المواطن اليمني، ولكنها أتت من أجل العدالة، من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، من أجل رفاهة الإنسان اليمني، من أجل كرامة الإنسان اليمني. هذا ما كانت تطالب الثورة 11 من فبراير، ومن يحمل ثورة 11 من فبراير فهو كمن يعني يلقي التهم جزافا على الأبرياء. هل ثورة 11 فبراير قامت بقطع الغاز والنفط؟ هل قامت بقطع أبراج الكهرباء؟ هل قامت يعني بنهب مؤسسات الدولة؟ هل قامت بنهب خزينة البنك المركزي؟ هل قامت بكمع الناس؟ هل الشباب الذين خرجوا بصدور عارية وأتوا وأعطوا علي عبد الله الصالح حصانة دبلوماسية وكل شيء ونصف الحكومة، وقبلوا بحوار سياسي مع من كان يحكمهم طبقة تقليدية هاشمية كانت متقلقلة في أماكن صنع القرار؟ لا، ولكن ظلما وعدوان على هذه الثورة. هذه الثورة لم كانت بريئة، وهي بريئة وستظل بريئة، وهي الحامل الوحيد للشعب اليمني، إلى حتى شاء من شاء وأبى من أبى. اليوم لا يمكن أن نحمل ثورة 11 من فبراير ما وصلنا إليه اليوم، نحمل جماعة الحوثي. يا أخي الكريم، عندما كان السيد محمد سالم باسندو وزير مالية صخر الوجيه، كانوا لا ينامون، كانوا يحاولون أن يوصلوا أن يسعدوا الإنسان اليمني. رأينا كيف كانت الأوضاع هذا حتى نهاية العام 2014. هؤلاء عندما نجي نحمل، وإنما هو نوع من التبرير، نوع نحن تحت عدوان، يقول لك أنا يا أخي عدوان، الآن عدوان خارجي، والمؤتمرين يقولوا يا أخي 2011 من وصلنا إليه اليوم، ولا كنا في خير ما شاء الله، كنا يعني قبل في وقت علي عبد الله صالح كانت الامور على ما يرام، كانت هناك شله انتهازيه، كان هناك طبقه من الطبقه الهاشميه وطبقه القبائل والعسكر، اما بقيه الشعب فهو كان
يعني في تحت خط الفقر. ونحن عندما نقول تحت خط الفقر المنظمات الدولية والأمم المتحدة وكل شيء والتقارير موثق وكل شيء موثق. أما يعني الآن عندما نلقي التهم جزافا ضد ثورة فبراير فنحن نتهمها ظلما وعدوانا، وبالتالي تتحمل جماعة الحوثي وإن كان شركة النظام السابق المؤتمر الشعبي العام كان شريكا معها حتى نهاية العام 2017، ولكنه الآن أصبح خارج اللعبة تماما، وبالتالي تتحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة. أخي الكريم، جماعة الحوثي اليوم تبني الفلل داخل صنعاء، يبنون الآن أولادهم في أوروبا وأمريكا وبريطانيا وداخل سلطنة عمان وفي الدول الأخرى وفي الأردن وفي القاهرة وأيضا في السعودية وأيضا في الإمارات أبناء الطبقة الهاشمية. يا أخي الآن لديهم الفلل، لديهم التجار، لديهم هم من كان يعني أزمة الغاز نفسها، أزمة الغاز نفسها يعني كان كل شيء على ما يرام. قامت جماعة الحوثي برفع الضرائب 100% على تجار الغاز، رأينا أزمة. يعني جماعة الحوثي جاء يقول أنه جاء لينقذ الشعب، جاء ليسحقه، جاء ليقتله، جاء ليبيده، جاء انتقام طائفي حاقد، جاء يعني بانتقام تاريخي، يقول سنعيد ثورة يعني ملك أجدادنا، سنعيد ثورة الإمام أحمد والإمام يحيى إلى ما كنا، سنعود إلى ما كنا عليه عام 1962. يريدون أن يكون أبناء القبائل عقفة، ويريدونهم أن يكونوا مجرد يعني مجرد حراس وخدام أمام أبوابهم. يريدون الشعب اليمني أن يكون شعب متسول وفقير. هذه هي سياسة الحوثي، وهذه هي جماعة الحوثي، وهذا هو فكر جماعة الحوثي. أما بالنسبة لشباب فبراير، يا أخي الكريم، خرجوا شباب متعلمين، خرجوا بصدور عارية، خرجوا شباب جامعات ومدارس ليقولوا نعم للحرية والعدالة والرخاء، نعم للتعايش، نعم لدولة النظام والقانون لا سيد فيها ولا مسيح، نعم أن يكون هناك الكل تحت مظلة القانون وتحت مظلة الدولة. هذا ما طالبت بثورة العشر فبراير، لم تطالب بنهب المؤسسات أو بتدمير المساجد أو المنازل كما تفعل جماعة الحوثي. طيب دعنا أستاذ عادل نذهب إلى فاصل قصير بعده ونستأنف في النقاش في هذه الحلقة. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. الأهداف والمطالب محددة وواضحة، إسقاط الجرعة ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء. لا يبالون بأن يجوع الناس، بأن يعانوا، بأن يتعبوا، بأن يمرضوا. شردنا من بيوتنا، شردوا يعلنا، شردوا ربي، لا سمعة ولا سمع ولا. هذا هو أمر طبيعي أن نقول للظالم لا، أن نقول أوقفوا الجرعة، أن نقول ارحلوا، أنتم لم تقدموا شيء لهذا البلد. سنعمل من أجل خدمة المواطن مهما كانت الظروف وكيفما كان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني مع ضيفي هنا الأستاذ عادل الدشيلة. إذن أستاذ عادل، الآن عندما نتحدث عن الوضع في العاصمة صنعاء، هذه الأزمات هي مستمرة لكنها تتزامن الآن مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. لا يبدو أن هذه الاختلالات فيما يتعلق بالنفط والغاز ظاهرة بشكل جلي أمام المجتمعين هناك، أمام المنظمات الدولية العاملة. لماذا ربما يعني هل تلاحظ ذلك؟ وإذا كان تلاحظه بما تفسره؟ أخي الكريم، كنا قبل يومين يعني خلال المبعوث الدولي لليمن الولد الشيخ أحمد في إحاطة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، قال وبالحرف الواحد أن جماعة الحوثي هي من ترفض يعني السلام داخل المنطقة، وقال أن الشعب اليمني قادم على مجاعة لا محالة إذا استمر الوضع على يعني كما هو حاليا الآن. هذا الرجل تكلم أمام مجلس الأمن الدولي وهو أعلى منظمة في يعني أعلى منظمة دولية في في في, في النظام الدولي، وعندما يكشف المبعوث الدولي ويحمل جميع الأطراف. نحن الآن عندما نحمل الأزمة الإنسانية تحملها جميع الأطراف، ما فيهم التحالف العربي، ما فيهم، وهناك يعني المؤسسات الدولية تقوم بدورها لا بأس به في المجال الطبي وفي المجال الأغاثي، وأيضا هناك المملكة العربية السعودية تقوم بدور لا بأس به، لكن جماعة الحوثي تقوم بنهب يعني هذه الصدقات التي تأتي من دول الكفر كما يدعون أنهم دول الكفر ودول العدوان ودول أمريكا. هؤلاء يتصدقون على أبناء الشعب اليمني، وجماعة الحوثي تقوم بنهب هذه الصدقات وبيعها في السوق السوداء. اليوم
لابد على الحكومة اليمنية كحكومة شرعية أن توضح للعالم وأن توضح المنظمات الدولية وأن توضح أيضا لمجلس الأمن الدولي وأيضا أن يقوم سفيرنا في الأمم المتحدة أن يقوم بتوضيح الوضع في صنعاء. اليوم العاصمة اليمنية صنعاء غير قادرة على الاستمرار. الناس يا أخي في الحديدة يعني شخص قبل يومين خرج يبحث عن لقمة العيش فمات في الطريق، يعني قهرا لم يحصل على لقمة العيش، مات في الطريق. تلك المرأة العجوز التي يعني تجاوزت 60 عاما تمسك دبة الغاز لساعات طويلة وهي تحاول الحصول على دبة الغاز. من يتحمل الوضع؟ الأمم المتحدة. إذا يعني نحن نحمل أولا وأخيرا جماعة الحوثي ثم نأتي بعد ذلك نطالب الأصدقاء والأشقاء بأن يدعمنا. أما بالنسبة للأمم المتحدة فمن يعول عليها فهو كمن يعول على ميت، لن يقدموا لنا شيء، وإن قدموا فسيقدموا لنا شيء من المساعدات الإنسانية. أما أن يقدموا لنا شيء حاجات كبيرة فهذا من المستحيل، وبالتالي لا خيار أمام الشعب اليمني سوى القضاء على هذه العصابة وإخراجها من المشهد عسكريا كي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والرخاء والتقدم. طيب دعنا نشك معنا أستاذ عادل في الحوار الأستاذ عبد الباسط الشاجع مدير مركز العاصمة الإعلامي. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين الكرام. حياك الله واهلا وسهلا بك. اذا استاذ عبد الباسط، يعني عندما نتحدث عن ازمه الغاز في العاصمه صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون ياتي الحديث على ان الغاز هذا ياتي من مأرب، وهناك تساؤلات حول الاليه التي يتم فيها توزيع الغاز الى المحافظات، اسعار البيع وما شابه. ما هي المعلومات لديك المتوفره حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ميليشيات الحوثي وصالح، ميليشيات الحوثي تتذرع دائما بأن سبب مشكلة أو أزمة الغاز يأتي من مأرب، مع أن السلطة المحلية وشركة صافر قد أوضحت بأكثر من مؤتمر صحفي وبيان بأن الأزمة تأتي من ميليشيات الحوثي بحكم أن الغاز متوفر يعني في الأسواق السوداء بينما منعدم في محلات بيع الغاز. طبعا أسطوانة الغاز المنزلي تباع من شركة صافر في مأرب بسعر لا يتعدى 1026 ريال يمني، وعلى أساس أن يصل إلى المواطنين في العاصمة صنعاء وفي بقية المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي بسعر 1500 ريال مع أسعار النقل يعني بسبب العرقلة من قبل نقاط ميليشيات الحوثية، وإلا هو الأصل أن يصل ب 1300 ريال. طبعا شركة الغاز شركة صافر تنتج يوميا في مأرب ما يبلغ من 70 إلى 75 مقطورة غاز، تذهب أكثر من 50 مقطورة يوميا إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، تشمل 7 محافظات بما فيها أمانة العاصمة وصنعاء والمحويت وحجة وعمران وكذلك إب وذمار. بمعنى أن 70 يعني 70 مقطورة يوميا أو 50 مقطورة تصل يوميا إلى العاصمة صنعاء وتكفي احتياجات المواطنين. الأزمة تتم من قبل ميليشيات الحوثي التي تذهب بها إلى الأسواق السوداء بينما تغلق المحطات الرئيسية لبيع الغاز في العاصمة صنعاء. طيب الآن يعني وأنت تتحدث من مأرب، كم هو سعر الدبة الغاز أو صوانة الغاز في مأرب؟ طبعا أسطوانة الغاز في مأرب تباع ب 1500 ريال بدون طوابير، متوفرة بأي وقت وبأي لحظة هنا في مأرب. طيب الناس أو بالأصح ليس الناس، الشركات المعنية يعني الشركة اليمنية للغاز، السلطة المحلية في مأرب التي تراقب عمل هذه الشركة وتراقب مسألة النفط والغاز بشكل عام، كيف هو موقفها بالنسبة لأسعار بيع المشتقات النفطية والغاز تحديدا بما هو موضوعنا اليوم في صنعاء بهذه الأسعار المرتفعة جدا؟ طبعا السلطة المحلية هنا والقائمين على شركة صافر أوضحوا بأنهم يراعون طبعا مصلحة المواطن بالأول والأخير، ولا بإمكانهم أن يتخذوا إجراء ويمنعوا توريد الغاز إلى العاصمة صنعاء، لكن بالأول والأخير المواطن والشعب هو الضحية. هنا تأتي استغلال ميليشيات الحوثي للأزمة وتطويعها من ضمن سياسة أيضا ومنهجية تجويع وإفقار الشعب من أجل أن يكون خاضع لسياساتها، وهذا يعني ما توضحه دائما السلطة المحلية والقائمين على شركة صافر.
لأنهم يراعون المواطن بالأول والأخير، وإلا فالإجراءات تتضمن الكل. طيب هل هناك نوع من الحديث عن إجراءات عقابية تجاه الشركات التي أو التجار الذين يبيعون الغاز المنزلي للمواطنين في صنعاء بأسعار عالية، وهم يأخذونها بما يفترض أن يكون 1500 ريال كسعر يصل إلى المواطن في نهاية المطاف؟ طبعا شركة صافر في البداية أبلغت ميليشيات الحوثي بأنه التعامل سيتم عبر الشركة اليمنية للغاز وشركة النفط اليمنية، وهو أيضا هذه الشركتين كانت قد عطلتهما ميليشيات الحوثي واستبدلتهما بشركات جديدة خاصة مملوكة لقيادة في جماعة الحوثي تعمل لصالح السوق السوداء. أيضا هل تعرف أسماء هذه الشركات أستاذ عبد الباسط؟ لا علم لي حتى الآن بأسماء الشركة، لكنه تم تعطيل هاتين الشركتين، الشركة اليمنية للغاز وشركة النفط اليمنية المخولة بالتعامل مع شركة صافر، ثم استبدلتهما بشركات جديدة خاضعة لقيادة حوثية، وبدل أن تصل مقطورات الغاز أو الناقلات إلى المحطات الرئيسية تذهب بها إلى الأسواق السوداء. يعني والكل يعرف إن هناك أزمة حقيقية فهو في انعدام الغاز أصلا. إذا كانت مأرب تعاقب صنعاء أو شركة أو السلطة المحلية في مأرب تعاقب صنعاء، بمعنى أن الغاز سيتم منعدم تماما. لكن الآن هو متوفر في الأسواق السوداء لكن بسعر وصل اليوم إلى 8000 ريال، وهناك يعني سخط واحتجاجات غاضبة كانت اليوم في معظم شوارع العاصمة طبعا. طيب بما أن الحديث دوما ما يكون على أن هناك نقاط جمركية يدفع فيها التجار عندما ينقلون النفط أتاوات للحوثيين، وهناك أيضا نقاط تتقطع لهذه الناقلات، ما هي يعني كيف يمكن إدارة هذه المشكلة حتى يتخفف أو يتم تخفيف في نهاية المطاف سعر الغاز على المواطنين ومواجهة هذه المشاكل؟ أم أن هناك نوع من التواطؤ أساسا؟ أولا طبعا نطالب الحكومة الشرعية ونطالب أيضا السلطة المحلية بمحافظة مأرب بإيجاد بدائل جديدة، وهو ما كانت تحدثت عنه في فترة سابقة في مؤتمر صحفي عقد لمحافظة أربع محافظات من إقليم تهامة، وهي حجة والحديدة والمحويط ومحافظة أخرى. يعني اتفقوا على تشكيل غرفة خاصة يعني للإبلاغ عمن يقومون بتهريب الغاز من قبل الميليشيات الحوثي، لكن لا ندري هل شكلت اللجنة وفعلت. لكننا نطالب بشكل عام، نطالب الحكومة الشرعية بأن تجد حل جذري لهذه المشكلة. يعني هو المواطن هو الضحية بالأول والأخير. طيب هناك كانت أخبار يعني تناقلتها وسائل الإعلام وربما أيضا مواقع التواصل الاجتماعي على أن الانقلابيون في صنعاء يبحثون فكرة فتح المجال لاستيراد الغاز من قبل جهات أخرى غير مأرب، هل يمكن أن يسهم هذا الأمر في التخفيف على وطأة الأمر على الناس، أم أن المشكلة ستبقى وسيكون هذا نوع من فتح باب جديد للفساد للانقلابيين؟ سواء يعني عمدت ميليشيات الحوثي الاستيراد سواء من مأرب أو من غيره، المشكلة هي في ممارسة ميليشيات الحوثي. طبعا لن تفرط في الأسواق السوداء، لأن الأسواق السوداء هذه تجني منها مليارات الدولارات بشكل شهري وأيضا بشكل سنوي. إذا كانت المشكلة من مأرب، فقلت لك بأن الغاز يعني سيعدم تماما من صنعاء، لكن الغاز موجود، والمشكلة القائمة أصلا هي في الأسواق السوداء التي لم تفرط فيها ميليشيات الحوثي، لأنها تعتبره أحد مواردها الأساسية يعني الذي يمول الحرب ويمول بعض أنشطة جماعة الحوثي. أشكرك مدير مركز العاصمة الإعلامي أستاذ عبد الباسط الشجع، كنت معنا على الهاتف من مأرب، بالعودة إليك أستاذ عادل. إذن الحديث عن ربما توسيع مجال الاستيراد لهذه المشتقات النفطية وللغاز تحديدا
في ظل سيطرة الحوثيين هل هو أمر ناجع من وجهة نظرك؟ يعني نحن سمعنا ما تفضل به الأستاذ عبد الباسط. أخي الكريم، العصابات لا تدير دول. العصابات حتى وإن قامت الآن باستيراد عصابة الحوثي باستيراد الغاز من مناطق أخرى كما تستورد النفط من إيران عبر المكلا ويأتي إلى ميناء الحديدة ويقومون ببيعه في السوق السوداء، حتى وإن استوردوا الغاز من مناطق أخرى، افترض أن استوردوه من إيران أو من سلطنة عمان أو حتى من قطر أو من الجزائر، استوردوا ستكون نفس المشكلة. هذه عصابات لا تحكم، هذه عصابات لا تعرف القانون، هذه عصابات لا تعرف كيف تدير شؤون الأمة، كيف تدير شؤون الشعب. هذه عصابات أبو أحمد، أبو يحيى، أبو صالح، أبو يعرفون لغة اللأنة والسل والقتل. حتى وأن الحوثيون إذا كانوا قالوا أنهم يعني يريدون تخفيف الأزمة في العاصمة اليمنية صنعاء، أخي لدينا شركة الغاز في مأرب، يا أخي اتركوا التجار يبيعوا الغاز وأنتم يعني افرفوا عليهم جمارك معقولة وحددوا سعر رسمي في العاصمة اليمنية صنعاء واتركوا الناس تبيع. إذا أنتم كنتم تريدون أن تخففوا من الأزمة، فالغاز موجود في مأرب، والحكومة اليمنية يعني أكدت ولا زالت تؤكد، وشركة النفط اليمنية الغاز اليمنية تؤكد أنها لن تقطع الإمداد عن أبناء الشمال. طيب إذن كيف يفهم هذا التصرف أو هذه الأخبار التي تتحدث عن البحث عن أماكن جديدة لاستيراد الغاز؟ هل هي محاولة لإشغال الناس بأن هناك يعني أن الحوثيون يقومون بمحاولة إيجاد حلول لإنهاء الأزمة، أم أنه نوع من البحث عن أبواب فساد أخرى؟ ربما يمكن أن نقول بأنه نوع من المراوغة وأنه نوع من الضحك على الذقون، ويمكن أن نقول أنه يعني البحث عن مصادر أخرى للفساد، يعني يقوموا بتحصيل أموال. يعني الحوثيون قد ربما أنهم غير مستفيدين، يعني بيصبحوا في يعني أمام مأزق عندما تقول شركة النفط اليمنية أنا أبيع الغاز بسعر 1000 ريال يمني، والحوثيون يبيعونه في صنعاء ب7000 ريال يمني، يعني جماعة الحوثي، وبالتالي هم يقولون احنا بنستورده من الخارج وهناك يعني نقل عبر البحار وعندنا يعني عندنا ضرائب وعندنا جمارك، وبالتالي لابد انكم يعني من اجل اقبلوا بالواقع، اقبلوا بفسادنا، اقبلوا بظلمنا، اقبلوا بقهرنا، اقبلوا بامرنا بحكمنا على عليكم. وبالتالي جماعة الحوثي لن تحل اي مشكلة اجتماعية لا في الغاز ولا في النفط، ولن تحل شيء، وانما سيدمرون ما تبقى من نسيج مجتمعي داخل العاصمة صنعاء، وسيدمرون ما تبقى من تجار، سيرحلون التجار وسيرحل الناس، ويريدون العاصمة صنعاء أن تكون يعني كعاصمة معزولة تماما حتى عن المجتمع اليمني. هذه جماعة، ولكن نؤكدها ونقولها والمرة الألف صبرا، نقول لأخواننا وأشقائنا في العاصمة اليمنية صنعاء وفي المناطق التي يسيطر عليها جماعة الحوثي، صبرا يا أشقائنا، صبرا يا أخواننا، فلا بد لليل من فجر. فكما هزم أجدادنا وآباءنا نظام الإمامة في ستينيات القرن الماضي، ستخرج هذه العصابة من الحكم ولعنات التاريخ، والأبرياء والأطفال تطاردهم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. سيبزغ فجر جديد، وسنعود إلى صنعاء، وسنعود إلى مناطقنا، وسينتشر العدل والأمن والسلام، شاء من شاء وأبى من أبى. أما بالنسبة لجماعة الحوثي فمصيرها سيكون إلى زوال، وليس بعيد، وسيكون ذلك في القريب والغريب العاجل. سئم شعبنا من هذه العصابة. يعني هو يجر الإشارة أستاذ عادل والسادة المشاهدين أيضا أننا نحاول كنا التواصل مع وكيل محافظة مأرب الأستاذ عبد ربه مفتاح، وكذلك المتحدث الرسمي للشركة اليمنية للغاز من مأرب، لكن هناك يبدو إشكاليات تمنع التواصل، إشكاليات لا نعرفها. على كل حال أشكرك أستاذ عادل دشيلة الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الزملاء في الطاقم الفني. دمتم والوطن بألف خير بإذن الله، في أمان الله.